في موضوع آخر، بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف مع الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا كورت فولكر وسفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، بحث قضايا سحب القوات من منطقة بلدة محطة لوهانسك في شرق أوكرانيا، كذلك مساعي وقف إطلاق النار في إقليم الدنباس شرق البلاد. شددت الأطراف خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ المسلحين لكافة الاتفاقيات المتعلقة بعملية سحب القوات والالتزام بوقف إطلاق النار.